여자 넥슨. 와 넥슨 너무 미워해. السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم غادي نهضر لكم على الفيضان خاص اكادير مدينة اكادير ان زكان نوح ديال اكادير. هاجم عليهم العاصفة رعدية امطار غزيرة قوية وسبت لهم مشكل وسبت لهم فيضان. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية. اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. طلب بسيط، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200,000 مشترك. طلب بسيط، انستغرام ديالي هتلقاو في الوصف ديال الفيديو اول تعليق. هاجموا الانستغرام ديالي ودعموني اخوتي. كما شفتوا الفيديو في البداية، فيضان خاص مدينة اكادير والنواحي ديال اكادير وان زكان. اش غادي نقول لكم كارثة. اليوم نهار ثاني في رمضان هاجمت عليهم العاصفة الرعدية، ما كانوش كينتظروها الساكنة ديال مدينة اكادير وسبت لهم مشكل. غرقوا السيارات غرقوا الشوارع وسبت لهم مشكل. وهذه الطريقة هذا الفيضان وهذه الأمطار الغزيرة هذه هي طريقتها هذه هي قعيتها والحمد لله والشكر لله. جات في رمضان أمطار غزيرة جات في اكادير والنواحي ديال اكادير والاطلس الصغير توا ما سمعت بانه في توا امطار غزيره بواحد الطريقه خطيره بزاف. الحمد لله والشكر لله على هذه الامطار غزيره. هذا خير تبارك الله خاص في رمضان. سمنا البارح وسمنا اليوم وتفاجئنا امطار غزيره وفيضان قوي خاص في مدينة اكادير. تبارك الله هادشي كله زوين. نتمنى باذن الله امطار غزيرة دائما مرة تستمر وهادشي زوين بزاف. غادي تكون الطبيعة غادي يكون الربيع. اكتشفنا ثلاثة الاسابيع تقريبا كلهم امطار غزيرة خصوصا في رمضان نهار الثاني في رمضان. واكتشفنا هاد الامطار غزيرة اللي فرحت المغاربة ودائما كتفرح الساكنين ديال مدينة اكادير. وبالنسبة فيضان انا رأيي الفيضان هو السبب. الفيضان دابا خوتي ربما طاحت الامطار غزيرة قوية مجهدة بواحد الطريقة صعيبة جدا يقدر تستمر ساعتين ثلاث سوايع وكتسبب هاد الفيضان. اش غادي نقول لكم بعد الشوارع دابا امطار غزيره ملي كطير كتكون قويه بزاف. من بعد كيتجمع هذاك الماء وكيتجمع هذاك الماء بزاف او من بعد اخوتي كيسبب الفيضان في الشوارع خصوصا مدينه اكادير. اكتشفنا الصباح ديال اليوم ابتداء من 10 تقريبا كانت امطار غزيره وفيضانات قويه. السيارات غرقوا الشوارع غرقوا. اكتشفنا الأودية خاص في اكادير. تبارك الله هادشي كله زوين كلشي طوب وهادشي الخير. هذا راه ماشي مشكل باش نوضح لكم. فيضان وامطار غزيرة ماشي مشكل، نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس دابا ملي كتكون هاد العاصفة رعدية كتكون فيضان القضية كتكون زوينة. من بعد الطبيعة الربع كينوض
المهم كيكون كلشي زوين وكتحط واحد الجمال رائع جدا وكتحط واحد الجو نقي زوين بزاف. امطار غزيره ملي كتكون بزاف خصوصا في المدن كيتنقى بزاف الشوارع ربما شي حاجه كتنقى. المهم بحال شي حاجه زوينه بزاف كيكون الريح نقي الفيضان. انا رايي كما قلنا دائما كتكون هذيك العاصفه الرعديه خطيره بزاف امطار قويه بزاف من بعد كطيح هذه العاصفه الرعديه من بعد كيتجمع داك الماء من بعد كيسبب الفيضان بعد الشوارع كتلقاهم الروبلات ديالهم ضعاف جدا هذا هو سبب الفيضان. وانا رايي عادي جدا ما كاين حتى شي مشكل والفيضان دائما كيوقع ماشي غير في المغرب عامه العالم كله كيوقع فيه فيضان كنكتشفوا ربما امريكا ربما كندا ربما اسبانيا تركيا حتى هي كيكون فيها هذا الفيضان وكيسبب لهم مشكل ربما اليابان كيكون فيها تسونامي كيكون فيها فيضان واسبانيا حتى هي كيكون فيها مره امطار غزيره قويه وشفنا فرنسا وهادشي كامل عادي جدا ماشي غير عندنا حنا عامه العالم كله وامطار غزيره ديال الله سبحانه وتعالى فقط ماشي ديال شي حد. الله سبحانه وتعالى صفت ديك العاصفه وسبت الفيضان عادي جدا ما كاين حتى شي مشكل. الخسائر رايي انا ما كاينش فيها كثير. اليوم اكتشفت بحال تقلبت بانه فيضان كاين في مدينه اكادير ولكن الخسائر ما كايناش الحمد لله والشكر لله. وامطار غزيره باقي مستمره اليوم غدا تقريبا شي يومين ولا 3 ايام ربما غادي تكون بعض المدن في المغرب تكون فيهم هذه العاصفه اللي مجهده قوية وجات في رمضان مهم بزاف. ورمضان مبارك سعيد للجميع والله يوفقكم والله يسهل عليكم ما تمنيتو. قررت باش نشارك معكم هذا الفيضان كما شفتوا الفيديو في البداية مدينة أكادير إنزكان البلايص كلهم فيهم العاصفة الرعدية اليوم في الصباح وسبت لهم فيضان وعادي جدا الأودية وداكشي كامل ماشي شي حاجة اللي خطيرة بزاف. يقدر دابا غير الماء يتجمع في شي بلاصه والروغال مسدود وكيطلع داك الماء وكيسبب وبعض الناس كيقول حكر فيضان هذا اي فيضان فين كاين المشكل ياك ما غرقوا الناس ياك ما دات السيارات ياك ما تهدموا المنازل ما وقع حتى شي حاجه عادي جدا الله يجيب غير النفع باذن الله ورمضان مبارك سعيد. غادي نبحثوا ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده على امطار غزيره على الفيضان بإذن الله. وعندي بعد الأودية غادي نعودهم من جديد وتفرجوا فيهم الناس اللي ما تفرجوا فيه عادي جدا. اشتركوا في القناة ديالي فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي طرق بسيط انستغرام ديالي في الوصف ديال الفيديو أول تعليق دعموني فيه وغادي نبارطاجي معكم بعض اللقطات زوينة بإذن الله. رمضان مبارك سعيد لجميع مسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. تحياتي لكم أخوتي. تهلاو.